وللوقوف على تفاصيل حادثة اقتحام مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن ينضم إلينا من هناك رئيس دائرة إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن خالد حيدان. أستاذ خالد أهلا بك في نشرتنا. أستاذ خالد ضعنا في تفاصيل اقتحام مقر الحزب وإضرام النار فيه. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. بعد منتصف الليل جاءت أو اقتحمت ثلاثة أطقم عسكرية مليئة بالمسلحين الملثمين يحملون السلاح، اقتحموا بوابة المقر، مقر التجمع اليمني للإصلاح في مديرية صيرة، واقتحموه بطريقة عنيفة، استخدموا فيها الرصاص واستخدموا فيها أيضا القنابل، وصعدوا إلى مقر غرف المكتب وأحرقوا ما استطاعوا أن يحرقوه باصطحابهم بنزين أحضروه معهم. بعد ذلك طبعا فروا بسياراتهم، تم إبلاغ المطافي، تم إخماد النيران بعد أن تسبب الحريق في إتلاف كل ما كان في المكتب من أمور استهدفوها بإحراقها. لله الحمد الشباب الذين كانوا متواجدين في المكتب لم يحدث لهم مكروه، غادر الحراس أثناء الاقتحام الحمد لله. نعم. أنه لم يأخذوا أحدا معهم، لم يصيبوا أحدا بأسلحتهم. نعم خالد، هل هناك ضحايا وقعت بسبب إضرام الحريق في مبنى مقر تجمع اليمني للإصلاح؟ لم يحدث ضحايا، لكنها خسائر مادية وهلع كبير انتاب البيوت المجاورة للمكتب، كون الحريق كان حريقا كثيفا، وكان الناس يتخوفون أن الحريق ينتشر إلى المباني المجاورة. وهل تم التعرف على هوية منفذي هذا الحريق؟ قمنا بإبلاغ الجهات المعنية، تم إبلاغ الجهات الرسمية بالحادثة، نزلوا مشكورين يحققوا في الأمر. ما يؤكده شهود عيان أن الذين جاءوا هم عسكريون بأطقم عسكرية، أحدهم يحمل رتبة ضابط، كانوا ملثمين، إلا الضابط هو الذي كان الوحيد كاشفا وجهه. نعم أستاذ خالد، هل تم السيطرة على الحريق حتى الآن حتى هذه اللحظة؟ هل تم السيطرة على الحريق؟ الحمد لله تمت السيطرة على الحريق، وتم إنهاء الحادثة بهدوء، والجهات المعنية تحقق في أسباب أو الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء. هل قمتم بحصر الأضرار التي تعرض لها المقر أم ما زال الأمر ما زال بأيدي الجهات الأمنية؟ لم نقم بعمل شيء، نعطيهم فرصة ليحققوا تماما في الأدوات التي استخدمت في عمليات الإتلاف والإحراق، وكذلك الرصاص الذي استخدم على البوابات. أستاذ خالد، ما الذي تنوون القيام به في بخصوص هذه الحادثة؟ نعم، لربما هي رسالة نبعثها إلى الناس كافة في محافظة عدن الآمنة وفي غيرها من المحافظات، أن هذا الحادث لن يغير صفو المدينة، أن هذا الحادث ربما جاء من خلال بعض التحريض الذي يتم هنا أو هناك في الأيام الماضية، الاحتقان الذي حدث، ربما هذا الحادث يستبق مجيء محافظ المحافظة الدكتور عبد العزيز المفلحي لأجل أن يعطى الأمر إرباك في المحافظة. نطمن الجميع أن الأمر إلى خير، وأن ما حدث هي عبارة عن حادث جنائي تحقق فيه الجهات المعنية، الجهات الرسمية. نتمنى بعد ذلك أن تكشف الجهات الرسمية عمن يقف خلف هذا الحادث. نعم أستاذ خالد، رئيس دائرة إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح من عدن، شكرا جزيلا لك.